السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ادنس ممكن تحطها للريفت خاصة بشغل الكهرباء. الادنس دي فعلا قوية جدا. ديستريبيوت لايتنج اند داتا ديفايس فروم كات، يعني بتدي له الكات هو يستخدمها في الريفت. لما تيجي نبص على الشغل بتاع الاداة تلاقي ان هو ظريف جدا. بكل بساطة بتدخل لوحة الاوتوكات وبتبدأ تختارها، وبعد كده تقول له مثلا انا عايز العنصر الفلاني يتحول للفهم الفلانية، فهو اوتوماتيك هيروح ماسك العنصر دوت، ممكن يكون موجود 1000 مرة في اللوحة، يروح يحولها للفاملي دي ويحط الفاملي في نفس المكان. في ثواني تلاقي الفاملي كلها اتحطت بدل ما كنا بناخد وقت طويل. على فكرة الموضوع ده بقى موجود كتير، يعني في اداة خاصة بتحويل الحوايز، في حاجات تانية خاصة بال الفلور، حاجة تانية خاصة بالابواب. يعني قريب قوي هنلاقي اداة تديها لوحة الاوتوكاد يروح محولها كلها، بشرط ان انت تكون حاطط شغلك في الاوتوكاد مظبوط كليرات وكاسماء فاميلي مظبوط. دي لوحة الاوتوكاد اهيت، هيبدأ يختار لايتنج داتا ويبدأ يحدد ويقول له العنصر بتاع الاوتوكاد اهوت. في عندي ان انا اختار باللير نيم او بالبلوك، يعني اتوقع البلوك يكون ادق. هتلاقي الرابط اسفل الفيديو او ممكن تعمل سيرش على كلمة distribute lighting data device from kit.